وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع النائب الأول لرئيس وزراء صربيا. وزير النفط والمعادن يستقبل السفير الليبي لدى بلادنا. محافظ حضرموت يرأس اجتماعا لمجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بالساحل. هذه كانت العناوين، وأهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة من تلفزيون حضرموت. نبدأ هذا الخبر بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، حيث عقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة الصربية بلغراد بالجلسة مباحثات مع النائب الأول لرئيس وزراء صربيا وزير الخارجية إيفيتسا داتشيتش، وذلك لاستعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها. واتفق خلال اللقاء على توقيع بروتوكول للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية وتبادل الدعم في المنظمات والمحافل الدولية وزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية للطلاب اليمنيين في إطار برنامج العالم في صربيا، إضافة إلى خلق شراكات للتعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك كالقطاع الزراعي والصحي. هذا وتطرق بن مبارك إلى جرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أخلاقي تجاه تلك الجرائم وفرض وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في القطاع. استقبل وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي بالعاصمة المؤقتة عدن سفير دولة ليبيا الشقيقة لدى بلادنا إدريس أبو بكر. وخلال اللقاء أجرى وزير النفط والمعادن اتصالاً هاتفياً مع وزير النفط والغاز الليبي المهندس محمد عون، وذلك لاستعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. كما أشار الوزير الشماسي إلى العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، داعياً وزير النفط والغاز الليبي إلى زيارة بلادنا لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة، مشيراً إلى أهمية هذه الفرص وتفعيلها بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين. بحث وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي مع مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرة عبد الله باسليمان مستوى تدخلات البرنامج السعودي في معالجة أضرار الإعصار المداري تيج الذي ضرب محافظة المهرة وحضرموت وسقطرى. وأكد الوزير الحريزي أهمية تدخلات البرنامج السعودي في معالجة الأضرار وتخفيف المعاناة من الإعصار، داعيا البرنامج إلى الإسهام في تقديم المشورة الفنية وإعداد التقارير الشاملة الخاصة بحصر أضرار الإعصار. عقد مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت اجتماعا بالمكلة برئاسة محافظ المحافظة رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، بحضور المدير العام التنفيذي للصندوق المهندس فهمي بن شبراق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق. وبحث مجلس إدارة الصندوق جملة من المواضيع والتصورات المدرجة في جدول أعماله، وأقر مسودة التصاميم الأولية لمشروع إنشاء مبنى الإدارة العامة للصندوق بمدينة المكلا، ومسودة تصور خطة إنشاء مواقف عامة للسيارات في مواقع مختارة من مدينة المكلا. وأقر المجلس كذلك التصور الخاص بآلية تنظيم إجراءات التعامل مع الحدائق والمنتزهات، إلى جانب إقرار مقترح آلية إلزام المؤسسات والمرافق العامة والخاصة وملاك المباني والأراضي البيضاء الواقعة على الشوارع الرئيسية بتحسين ونظافة الأرصفة والواجهات ومرافق التحسين الواقعة أمام محلهم ومواقعهم. كما أقر مجلس إدارة الصندوق مقترح تسليم مهام حراسات خور المكلا والمنتزهات والحدائق إلى شركات حماية خاصة، إلى جانب إقرار آلية صيانة اللوحات الإعلانية مقابل تأجيرها. هذا وأشاد محافظ المحافظة رئيس مجلس إدارة الصندوق بجهود طاقم العمل في الصندوق، مشددا على رفع وتيرة العمل وتقييم المشروعات التي أقرت لتعميمها على بقية المديريات. التقى محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي بالمكلا قيادة نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت، حيث بحث اللقاء أوضاع ومتطلبات أعضاء الهيئة ومساعديهم. وأشاد المحافظ باستمرار العملية التعليمية في جامعتي حضرموت وسيئون اللتين تعدان صرحين تعليميين تفخر بهما حضرموت، مثمنا جهود أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم رغم الظروف الصعبة الراهنة نتيجة الوضع العام في بلادنا، مستمعا إلى جملة من المقترحات والحلول لتلبية متطلبات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
بحث محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي بالمكلا مجالات الاستثمار في مجال المعادن والفرص الاستثمارية في هذا القطاع المهم والتحديات التي تواجهه. المحافظ بحث مع قيادة الشركة الصينية الاستثمارية الحصان الأسود بحضور المدير العام لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس فائز أحمد باصرة، بحث أوجه التعاون في مجال المعادن الفلزية الرمال السوداء والإمكانات التي تتمتع بها مديرية برو ميفع، إضافة إلى عمليات الحفر الاستكشافية والإجراءات الممكنة لزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع التعدين. كما بحث اللقاء أفضل الممارسات للتكنولوجيا التعدينية والتنقيب عن المعادن، حيث أشار محافظ حضرموت إلى القوانين والإجراءات المنظمة للاستثمار التعديني والتحديات والفرص التي تواجه الاستثمارات الناشئة وما تحتاج إليه هذه الاستثمارات من إجراءات قانونية في إدارة الاستثمار وتسهيلات حكومية لجذب الشركات. دشن محافظ المهرة محمد علي ياسر بمستشفى الغيض المركزي ومعه قائد الدعم والإسناد في التحالف العربي اللواء سلطان البقمي المشروع الطبي التطوعي المجاني لعمليات الأذن والأنف والحنجرة وأورام الرأس والرقبة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. محافظ المهرة أكد أهمية المخيم التي يكتسبها من خلال تقديم خدماته للمرضى مشيدا بالدور المحوري لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مثمنا جهود المملكة العربية السعودية الداعمة لبلادنا. كما دشن محافظ المهرة توزيع منحة الكتاب المدرسي لجميع المراحل الدراسية بالمحافظة بتمويل من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، مؤكدا أن هذه المنحة تسهم في معالجة نقص الكتاب أو نقص الكتاب المدرسي للطلاب، مثمنا جهود سلطنة عمان والهيئة العمانية للأعمال الخيرية في تمويل وطباعة أكثر من 1,400,000 كتاب في مختلف المناهج. إلى أحوال الطقس، حيث تشهد مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة ومغبرة نسبيا ورياحا معتدلة السرعة ودرجة الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة الليلا، وفي أرياف الساحل والهضبة الجنوبية أجواء صحوة ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا مائلة إلى البرودة ليلا، فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة بوجه عام ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة الليلا. الآن مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى حالة الطقس. نشرتنا الإخبارية انتهت، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع النائب الأول لرئيس وزراء صربيا. وزير النفط والمعادن يستقبل السفير الليبي لدى بلادنا. محافظ حضرموت يرأس اجتماعا لمجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بالساحل. لمتابعة المزيد من نشرتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. ختام النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.